هنروح دلوقتي مع حضراتكم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللي هيعلن النهارده عن بيان التضخم لشهر فبراير 2021. طبعا كان معدل التضخم كان تراجع في شهر يناير اللي فات، وإن شاء الله نكمل بنفس المعدلات دي الفترة الجاية. خلينا نتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر مع مراسلنا وزميلنا محمود جميل. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك جمانة، وصباح الخير عليك حسام، وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. في إطار متابعتنا الشهرية من داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة يعني بيان التضخم الناتج عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين واللي بيصدر شهريا من داخل المركز، احنا النهاردة معاكم علشان نتابع بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم الخاصة بشهر فبراير السابق. يعني المزيد من التفاصيل يسعدنا ان نرحب بضيفي العزيز الاستاذ مينا نصحي، الباحث الاحصائي بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. صباح الخير استاذ مينا. في البدايه حابين نوضح للساده المشاهدين المعنى للرقم القياسي لاسعار المستهلكين، وازاي هو اللي بيكون متسبب في اختلاف معدلات التضخم. صحيح، هو في اليوم العاشر من كل شهر يصدر الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيان عن معدلات التضخم. زي ما وضحت حضرتك، هو ناتج عن الرقم القياسي لاسعار المستهلكين، وهو رقم إحصائي نسبي بيقيس التغير في أسعار سلة ممثلة لواقع الإنفاق والاستهلاك الأسري في مصر بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة. يعتمد الرقم القياسي في حسابه على متغيرين، المتغير الأول هو التغيرات في الأسعار، وفيه يتم تتبع أسعار سلة أكثر من 1000 سلعة وخدمة في جميع محافظات الجمهورية ممثلة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. قوم بالعمل دوت تقريبا 150 باحث ميداني بيزوروا عدد ضخم جدا من مصادر البيع بدوريات مختلفة، يعني السلع اللي بتتغير بشكل سريع بيتم تتبعها بشكل أسبوعي، السلع الأقل بيتم تتبعها بشكل شهري. المتغير الثاني وهو الأهمية النسبية أو الوزن لمجموعات تلك السلع والخدمات، ومن هنا يتضح أن التغيرات السعرية حتى لو كانت بسيطة في المجموعات التي لها أوزان كبيرة هي اللي بتقود وتؤثر في معدلات التضخم أكثر من التغيرات السعرية الكبيرة في المجموعات التي لها أوزان بسيطة. مثال توضيحي، يعني ربع جنيه يزيد في أسعار الخبز يقابله انخفاض في أسعار التفاح الأمريكاني مثلا بنسبة 10%، نلاقي أن التضخم زاد بناء على الربع جنيه أكتر من 10 جنيه في أسعار التفاح. ليه؟ لأن الأهمية النسبية للخبز أكبر بكتير من الأهمية النسبية للتفاح. يعني كنا تابعنا مع حضراتكم طبعا معدلات التضخم بالنسبة لشهر يناير الماضي واللي كان واضح فيه طبعا الانخفاض، فماذا عن بيان شهر فبراير؟ الرقم القياسي لشهر فبراير 2021 سجل 110.3 نقطة لشهر فبراير 2021، وده معناه ببساطة أن سلة السلع والخدمات اللي كنت أقدر أشتريها في فترة الأساس ب 100 جنيه وهي متوسط أسعار 18-19 محتاج 110 جنيه و30 قرش علشان أشتري نفس السلة وأنتفع بنفس الخدمات في شهر فبراير 2021. من الرقم القياسي دوت بيتم مقارنته بالرقم القياسي للشهر السابق ليه اللي هو يناير 2021 وينتج معدل التضخم الشهري، وهذا المعدل ارتفع بشكل طفيف ليسجل 1.1%. وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع في أسعار الدخان بنسبة 1.6%، ارتفاع في أسعار الدواجن بنسبة 4%، ارتفاع في أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 2%، أيضا هناك ارتفاع في أسعار إيجار المسكن بنسبة 4%. هذا بالرغم من الانخفاضات التي سجلتها بعض المجموعات الأخرى، مثل انخفاض في أسعار الخضروات بنسبة سالب 2.5%، انخفاض في أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة سالب 2%، انخفاض في أسعار مجموعة الكتب والأدوات الكتابية بنسبة سالب 1.6%، أيضا هناك انخفاض في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة سالب 1.1%. بشكر حضرتك استاذ مينا نصحي، الباحث الاحصائي بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. شكرا جزيلا. شكرا. يعني اذا ارتفاع طفيف زي ما قال استاذ مينا يعني جمانه وحسام في معدلات التضخم لشهر فبراير السابق، ده طبعا بيعود للارتفاع في بعض السلع. بعود اليكم مره اخرى. نشكرك شكرا جزيلا طبعا زميلنا محمود جميل، والشكر موصول لضيفك الكريم.